السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعين قناة إيمي أحمد لكورسات اللغة الإنجليزية. والنهاردة رجعت لكم فيديو جديد زي ما وعدتكم في آخر فيديو، إن أنا هعمل لكم فيديو عن إزاي أستخدم برنامج الزوم على الكمبيوتر أو اللابتوب. الفيديو اللي فات لو تفتكروا كان عن استخدام برنامج الزوم على الموبايل، إزاي أحمله وأعمل له أكاونت وادخل بالايميل واعمل جوين لاي ميتنج او اعمل سكادجولينج الميتنج. النهارده هنتكلم ازاي احط الزوم على اللابتوب او الكمبيوتر واقدر اشتغل منه. اول حاجه، لو انا برنامج الزوم اصلا مش عندي فانا هحمله من على جوجل كروم، هكتب زوم فري داونلود فور بي سي اور فور ويندوز. انا مش عايزاه للموبايل ولا للاندرويد ولا للايفون، انا عايزاه للويندوز. هدخل عليها هيجيب لي داونلود فور ويندوز، هنحمل برنامج الزوم. بدخل عليها وببدا احمل برنامج الزوم. طبعا مجرد ان هو بيتحمل عندي بينزل نسخه على الديسكتوب بره You are now، بيقول لي ان انا دلوقتي بعمل له داونلود. لو الداونلود بتاعه ما بدأش هنا هيبين لي كده ان هو بيعمل داونلودنج، لو ما بدأش بدوس هنا ريستارت ذا داونلود، بس هو طبعا بيبدأ تلقائي. لو في حالة ان انا شفت ان هو ما بدأش بدوس على ريستارت ذا داونلود. مجرد ان انا بدوس على ريستارت ذا داونلود بيبدأ هنا فايل بيبدأ يحمل الزوم، وبعد ما بيتحمل بيقول لي اختاري المكان اللي عايزة تحطيه فيه. احنا هنا هنختار الديسكتوب وهنعمل سيف، وهيظهر لي الزوم انستولر بره على الديسكتوب. هو خلاص كده اتحمل اهو، ظهر لي على الديسكتوب. ابدأ افتحه وابدأ ادخل الميل بتاعي اللي انا طبعا اهم حاجة ان انا الميل والباسورد ما انساهمش، عشان ده الاكونت اللي هيبقى دائم عليه زوم. هبعت لاي حد اي لينك انا هدخل بالاكونت ده، فما اضطرش ان انا كل شويه اسجل من الاول. هو بيعمل initializing installing، بياخد وقت لحد ما يحمل ويفتح معايا. طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انا ابقى فاكره الميل اللي انا هدخل بيه والباسورد اللي انا هدخل بيها. طبعا يبقى الميل الاساسي بتاعنا. هو بيبعت لي على طول مسج على الميل اللي انت بتسجل بيه لو انت عندك ميتنج او لو هتكنسل ميتنج او لو في اي مشكله حصلت، زي ما احنا شايفين كده اهو بيفتح معايا بيعمل كونكتنج اهو. هو كده بدا فتح معايا، هيظهر لي البيج دي. اول ما هدخل على البيج دي هعمل البروفايل بتاعنا هنا، هدخل الميل بتاعي ده البروفايل ماي بروفايل. بدخل على البروفايل، طبعا انا هنا عشان انا عامله اكونت فهو دخل لي على طول من غير ما يطلب مني تسجيل الاكونت. طبعا هو لما هيفتح معاك هيقول لك حط الميل وحط الباسورد بتاعت الميل بتاعك ماي بروفايل. انا بقى هنا بدوس على البروفايل لو انا عايز اغير اي حاجه في البروفايل، عايز اغير الصوره مثلا اللي هتظهر للولاد لو انا تيتشر، عايز اغير الصوره اللي هتظهر لزمايلي لو انا بتكلم مع يعني مع صحابي في الكلاس، عايز اغير النيم اللي هيظهر لهم، عايز يظهر لهم النيم ايه يعني انت لما الايكون بتاعتك يظهر ان انت دخلت زوم ايه النيم اللي الاسم اللي يطلع على الشاشه من بره. تمام، كل دي حاجات بقدر اغيرها من ماي بروفايل. خلاص، طيب ايه تاني ممكن اعمله في ماي بروفايل؟ ممكن ااكد لو انا عايز اغير الميل، يعني سي مثلا انا دخلت النهارده بالميل بتاعي، انا بكره عايز ادخل بالميل بتاع اخويا مثلا، عنده سيشن وعايز يدخل بالميل بتاعه، بغير الميل بتاعي هنا بكتبه واكتب الباسورد وادوس ساين ان. اوكي، يبقى انا بكتب الميل اللي انا هدخل بيه تمام، بعدين بكتب الباسورد بتاعتي تمام. زي ما قلت لكم لازم ابقى فاكر كويس جدا الباسورد بتاعتي، لو فيها كابيتال لو فيها سمول، عشان لو انا نسيت الباسورد او انا كتبت الباسورد بتاعتي غلط ده هيخلي الزوم ما يدخلنيش اصلا على الاكونت بتاعي وما اقدرش ادخل عليه خالص، لان هو
هيبقى انت بالنسبه له حد بيحاول يسرق الاكونت ويدخل على اكونت حد مش بتاعه. تمام. طبعا بعد ما بعمل ساين ان بعمل بقى لو انا عايز اجوين ميتنج ولا انا عايز اهوست ميتنج، على حسب انت هتعمل ايه. لو انت هتعمل هوستنج، لو انت تيتشر هنا بيقول لك الاوبشنز بتاعتك، سكرين شير اونلي ولا عايز بفيديو ولا عايز فيديو اوف. نعمل لو انت عايز الفيديو اوف بندوس على الفيديو اوف. لو انت عايز الفيديو بتاعك يشتغل، طبعا كل الاوبشنز دي انا بعدلها من جوه عادي خالص. تمام. بعد ما خلاص احنا عملنا الساين ان للزوم بتاعي، هاجي ادخل خلاص بقى البيج دي ملهاش لازمه، بدخل من البيج بتاعتي الاساسيه بتاعت زوم. خلاص بيظهر لي الصوره بتاعتك اللي انت حطيتها في البروفايل، وبيظهر لي الاكونت، بيظهر لي كل حاجه، وابدا هنا اعمل سكادجول. لو انا عايز اعمل سكادجول للميتنج او لو انا عايز اعمل جوين، بعمل سكادجول لاي ميتنج انا عايزه. انت بتسمي الميتنج بتاعك الاسم زي ما قلنا قبل كده في الموبايل، بنسميه الاسم اللي احنا عايزينه، وبنبدا بنشوف هنا هيبدا الساعه كام، وهنا هيبدا يوم ايه، يوم 8 اكتوبر اللي هو النهارده، ولا هيبدا بكره، ولا هيبدا. انت بتحدد، بتعمل سكادجولنج عادي خالص. هنا ريكيرنج ميتنج، لو الميتنج ده يعني كل يوم هيبقى عندك الميتنج ده في نفس الوقت بندوس عليها. لو الميتنج عندك مره واحده وخلاص مفيش مشكله. جينيريت اوتوماتيكلي، ده الميتنج اي دي، هو بيختار الاي دي اللي هو عايزها ويبعتها لك. انت عايز تختار بيرسونال اي دي بتاعتك انت، هو بيحددها لك. الباسورد، انت اختار باسورد دايما يكون سهل مش صعب عليك ان انت تفتكره، مش صعب، يا ريت ما يبقاش فيه كابيتال وسمول عشان الولاد ما يتلخبطوش فيه. الفيديو، لو انا كهوست عايز الفيديو اون ولا عايزه اوف. هنا البارتيسيبنتس اللي عايزهم يبقوا الفيديو بتاعهم اون ولا اوف، والكالندر طبعا، واعمل سكادجول. كده هو عمل سكادجولنج للميتنج وهيبدا يحطه لي في الميتنجز بتاعتي. مجرد ان انا بعمل سكادجولنج للميتنج، الميتنج ده ما بيتلغيش غير لما انا بعمله ديليت. الميتنج ده بيفضل شغال معايا لحد ما انا اعمل له ديليت. طيب سي مثلا بدل ده كله انا هعمل جوين لميتنج، يعني انا مش هعمل هوستنج، انا مش هعمل سكادولينج، انا مش الهوست، انا هعمل جوين ميتنج. بدخل الميتنج اي دي، بيبقى التيتشر بعت لي الاي دي، انا باخدها كوبي بيست وبعملها بحطها بيست كده مثلا. خلاص انا حطيتها بيست. والنيم هنا يور نيم، انت عايز النيم بتاعك يظهر ايه. انا مثلا عايزاه يظهر اميمه احمد، انا عايزه، لا ده انا عايز الاسم يظهر فور اكزامبل احمد. هنا بيقول لي دونت كونكت اوديو وتيرن اوف ماي فيديو، انا هعمل تيرن اوف للفيديو، وهعمل تيرن اوف للاوديو. من جوه ممكن افتح الاوديو عادي خالص. هعمل جوين، هيبدا يفتح معايا الميتنج بتاعي. كده فتح لي الميتنج زي ما انتم شايفين، هيظهر لي البيج دي. طبعا انا ظاهر لي البيج دي لان انا قافله الاوديو وقافله الفيديو، لكن انا لو دوست مثلا ستارت فيديو هيفتح لي البيج اللي فيها الميتنج ذات نفسه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا النيم، النيم ظهر تحت اهو اللي انا اخترته احمد. خلاص هعمل جوين اوديو. لما اعمل جوين اوديو كده هيقول لي جوين وذ كمبيوتر اوديو، لو انا عايز مايكروفون هجوين بالمايكروفون زي ما انتم شايفين كده، وابدا اشتغل خالص عادي خالص. خلاص عملت ماكسمايزنج للبيج، انا هعمل ستوب فيديو، هيظهر لي البيج دي. خلاص انا مش عايز اعمل ستوب فيديو، عايز اشتغل فيديو. تمام. هعمل هنا السكرين شير، طبعا الولاد اللي بيدخلوا لي انا من هنا بشوفهم، من هنا بشوف مين اللي داخل ومين اللي حاضر معايا، وبقدر اعمل اللي انا عايزاه ميوت، واعمل اللي أنا زي ما اتفقنا قبل كده في الموبايل، نفس نظام الموبايل. تمام. عايز اعمل سكرين شيرنج اهو، هشير سكرين. عايز اعمل وايت بورد شيرنج، الوايت بورد دي بيفتح لي معايا وايت بورد شيرنج زي الوايت بورد بتاعتي بالظبط اللي انا بشتغل عليها في الكلاس. ببدا اخد تكست اهو، ومن هنا لو هنا في درو، لو عايز اعمل دروينج، لو في ستامز عايز اديلهم هارت، اديلهم تيك يس على حاجه غلط حاجه صح، والسبوت لايت، اريزر لو عايز امسح حاجه. هنا الكالرز بتاعتي، اختار الكالر اللي انا عايز اكتب بيه، فور اكزامبل عايز اكتب بالريد، وابدا ادوس كده واكتب كل اللي انا عايزه براحتي خالص. وعايز اعمل كلير هعمل كلير، عايز الدوكيمنت بتاعت الوايت بورد دي، عندي كلاس تاني هياخد نفس الشيء بعمل له سيفنج، وبعدين بيقول لي شو ان فايل، هو بيوريهاني بيطلع لي بيها فايل اهي.
هي اتحفظت في الفايل ده. ببدأ أدخل على الفايل لو أنا عايز أجيب دوكيمنت تانية أنا كنت أعمل لها سيفينج، هيفتح لي كل الوايت بوردز اللي سيفت عندي أهي، دي الوايت بورد اللي أنا كنت شغالة عليها. لو فتحتها هلاقي الكلام اللي أنا عملت له سيفينج، البورد زي ما أنا كنت سايبها بالظبط بقت عندي على الكمبيوتر، في على ملف على الكمبيوتر أقدر أفتحه وأقفله في أي وقت. طيب خلاص أنا خلصت الشيرينج بتاعي، اوكي خلاص انا خلصت الشيرنج بتاعي، هعمل ايه؟ هعمل ستوب شير. خلاص بقى انا عايز اعمل ستوب شير يرجعني للبيج بتاعتي تاني من الاول اللي انا كنت شغالة عليها اللي هي دي. عايز اعمل شير حاجة تانية. طبعا انا قبل ما بدخل نفترض ان انا مش عايزه اعمل شير لوايت بورد، لا ده انا عايزه اعمل شير لدوكيمنت عندي على الديسكتوب مثلا او عندي على الفايلز بتاعتي. هعمل ايه؟ هدخل افتحها هنا اهو، مثلا انا عندي على الفايل ده عايز افتح دوكيمنت معينه عشان او شيت مثلا عايز الولاد يحلوه. هعمل ايه؟ هعمل كده وارجع تاني للزوم بتاعي، ارجع للسيشن بتاعتي تاني اهي، سوري اهي، هي طبعا عمل لها ماكسمايزنج مينيمايزنج سوري عشان خاطر انا هعمل شيرنج سكرين. اوكي انا هعمل شير سكرين بس انا مش عايزه اشير وايت بورد، امال هعمل شيرنج لايه؟ هعمل شيرنج عايز اختار اي حاجه من الفولدر اللي انا فتحته، الايكون اللي انا فتحتها بختار من هنا في ملف، لا انا في ملف انا فتحته وعايز اشتغله اهو كده كده. الستودنتس اللي معايا المشاركين اللي معايا شايفين ده كله، هفتح دي اهي هتتفتح عندهم وهيبداوا يشوفوها معايا. اهي document word، طبعا لو عندي powerpoint بشغله، لو عندي pdf بشغلها، لو عندي song، لو عندي video، لو عندي application، عندي اي حاجة اقدر اشغلها للولاد بمنتهى السهولة ما فيهاش اي مشكلة. هو كده بيفتح معايا طبعا هما هيبدأوا يشوفوا كل اللي انا بقوله او اللي انا بعمله هنا. زي ما انتوا شايفين كده اقدر اطلع وانزل بالماوس عادي خالص اهو، ده شيت مثلا هن read and answer. خلاص انا خلصت شغلي هنا، بعمل stop share، عايز اعمل new share بدوس new share. خلاص انا كده هعمل stop sharing. هنا الرياكشنز بتاعتي، الولاد عندي شطورين هديلهم رياكشن كويس. هنا ريكورد لو انا عايز اعمل ريكورد، ودي حاجه مهمه جدا، دي الميزه في استخدام اللابتوب زوم على اللابتوب ان هو بيقدر يعمل لي ريكوردنج، هدوس عليها يعمل لي ريكوردنج. انا كده بعمل ريكوردنج للي بيحصل، كل اللي بيحصل في السيشن هنا انا بعمل لها ريكوردنج. هنا الشات لو انا عايز ابعت للولاد حاجه في الشات ممكن ابعتها برايفتلي لو عايز ابعت لشخص واحد، او لايفري وان ان ذا ميتنج على حسب انا بختار بقى انا عايزه ابعت الشات لمين. تمام في الشير سكرين لو انا عملت شيرنج للدوكيمنت بتاعتي اللي كانت مفتوحه من شويه، طبعا الدوكيمنت دي ممكن الولاد يقعدوا يلعبوا فيها ويعملوا صح وغلط والانوتيت، لا انا هدوس على الانوتيت. انا اللي اقدر اعمل انوتيشن الولاد ما يقدروش يعملوا. طيب في المور هنا، المور ده مهم جدا. ليه المور هنا مهم؟ المور هنا مهم لان هو بيخليني اتحكم في السكرين اللي انا عامل لها شيرنج. يعني ايه اتحكم في السكرين اللي انا عامل لها شيرنج؟ يعني انا لو دوست على مور كده بيقولي الشات pause recording لو انا عايز اوقف الريكوردنج او stop recording، disable participants annotation دي هندوس عليه عشان ما خليش الولاد يقدروا
يدوسوا او يغيروا لي في البيج اللي انا كاتباها show names of annotators، يظهر لي النيم لو في حد من الولاد بيلعب او بيعمل صح او بيكتب حاجة على الدوكيمنت بتاع دي، وريني النيم بتاعها. دي حاجات ما تمام ما فيهاش مشكلة. share الكمبيوتر ساوند طبعا، full screen فيديو كليب، ممكن اعمل فيديو كليب، اعمل sharing الفيديو كليب، ما عنديش برضو مشكلة خالص. ومن فوق لو انا عايز اظهر المشاركين اللي عندي عشان اختار حد يقرا او يانسر، بختار من هنا. انا خلصت خلاص الشيرنج بتاعي، بقوم عامله ستوب شير. خلاص انا مش محتاجه شيرنج السكرين في حاجه، انا خلاص خلصت الميتنج. بقوم عامله ستوب ريكوردينج، بيعمل ستوب ريكورد وبيديني هنا بيقول لي ان الريكوردد فايل هي كونفرت تو ام بي 4 وين ذا ميتنج اندز. هو مش هيعمل كونفرتنج غير ما الميتنج يند، فانا هعمل اند. طيب وانا هعمل اند ميتنج ولا ليف ميتنج؟ لو انا عايز اليف الميتنج وفي تيتشر هيدخل ورايا اعمل ليف ميتنج ما اعملش اند. طب انا عايز اعمل له اند، هعمل اند خلاص كده الميتنج بتاعي اتلغى خالص، مش هيشتغل مع اي حد من الولاد. ابدا اقفل بقى الايكونز بتاعتي كلها اللي انا فتحتها خلاص زي ما انتوا شايفين كده. كده هو هيعمل هنا بقى converting، هيعمل convert للميتنج recording. وبعد ما بيعمل convert بيديك box كده بيقول لك الفايل او الريكورد بتاع السيشن دي اتحفظ فين. وبعد ما بيتحفظ انت بتدخل تفتحه عادي خالص، بيبقى زي فيديو بصوتك وبصوت الولاد اللي معاك وكل حاجة. طبعا انا مش عايز اعمل converting، هعمل stop converting. stop خلاص انا مش عايزاه الفيديو ده في اي حاجه. وكده اكون خلصت السيشن بتاعتي، اقفل الايكونز بتاعتي كلها، وادي الوايت بورد اللي انا كنت شغاله عليها. خلاص كده انا كده اكون خلصت وعرفت ان انا ازاي استخدم الزوم وازاي ابعته للولاد. كفايه قوي اللي احنا عرفناه النهارده. وكده ان شاء الله باذن الله يا رب تكون الفيديو بتاع النهارده افادكم. وألقاكم إن شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.